أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. نيكولاس كيج يعيد جمجمة الديناصور نادر للسلطات بعد شرائها ب 276 ألف دولار. بوسي وصفية العمري تغادران الجزائر بعد تكريمهما بمهرجان الفيلم العربي المتوج. أغنية هوا هوا لسميرة سعيد تحقق 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. عرض فيلم جوي لجينيفا لورانز بمصر وفرنسا 30 ديسمبر الجاري. فضل شاكر وشيرين حاضران في رأس السنة بأغنية العام الجديد. عبد الفتاح الجريني يلعب الكرة مع أطفال مستشفى 57-357. النجم العالمي نيكولاس كيج إعادة جمجمة الديناصور النادرة والتي تم سرقتها من منغوليا للسلطات الأمريكية بعدما اشتراها ب 276 ألف دولار من معرض في بريفلي هيلز عام 2007. غادرت الفنانات بوسي وصفية العمري ومي نور الشريف صباح اليوم القسطنطينية بالجزائر بعد تكريمهن في مهرجان أيام الفيلم العربي المتوج الذي جاء على هامش اختيار لتلك المدينة العريقة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. سميرة سعيد أول 1,000,000 مشاهدة لأغنيتها هوا هوا من ألبوم عايز أعيش على اليوتيوب التي كتب كلمتها شادي نور ولحنها بلال سرور ووزعها هاني يعقوب. أعلن القائمين على فيلم جوي للنجمة العالمية جينيفا لورنز أنه سيعرض في السينمات المصرية بالتزامن مع عرضه في فرنسا وذلك يوم 30 ديسمبر الجاري، وهو العمل الذي ينتظره عددا هائل من عشاق النجمة الشقراء حول العالم. شيرين وفضل شاكر يقدمان أغنية السنة الجديدة ومشاركة جمهورهم بمناسبة الاحتفال بعام 2016. المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني بمستشفى سرطان الأطفال 57-357 حيث يزور المستشفى وأطفال المستشفى وذلك لإدخال البهجة على نفوس أطفال المستشفى والتعرف على المستشفى والأجنحة الخاصة وطرق العلاج بها. وأيضا قام الجريني بلعب مباراة كرة قدم مع الأطفال من مرضى السرطان بحديقة المستشفى الرئيسية